بديت ذايع لم علوم الجهر والخفا سلام للداعي والشيخ المجرف عرار لجوتي شيخ القبائل والداعي المخلف وضيوف مجملة بسمال راشد قلتها تسليم مجملة لعموم من حضر في ساحة القصد عند الكريم الوافي المقدام مهدلي الرايه اللي تعتلي بكل محفلي نار على علم كالطور من آدم دعيتني يا مهدلي والفيت على الوعد مع رجال تسبق البراق والراد بداعي الخوي يبشر ويسعد لو على المريخ جيناكم ملبيا طور من آدم دعيتني يا مهدلي والبيت على الوعد مع رجال تسبق البراك والراعي بداعي الخوي يبشر ويسعد لو على المريخ جينا كمل بيه واحتزم واطلق عنانك والله النبي مانك زي بما يترددي لا زهمت ما تأخر وانت بن عم مقدر نعل بوم لا يقدم لك عمية حر رجال ما وداني ارتقى في موقع محد الرقالة يرحم اللي خلفه رب الجلالة قاسم احمد عريج اسأل الله يسكنه علي جنانه اجاب انه من يجير المستجيرة تزاهم تهجاك في اول مغيرة مثل هدان الصقر ما يفكر في الخطر الكريم اللي مواقفه عظيمة يبقى تكره دامة الدنيا مقيمة جيلي بضربة لجي راح الشيخ الجميل قال
في دروس اللي شهمت والمقادي والعوايد مدرسة للمرجلة تعطي شهايد بالفعول موثقة ليس قولك كلنا نعرف مكانه وانت يا راعي الوفا والمقدرية خولتك يا مهد علي لبا قوية العكبة والعمى قوم في يوم اللقاء نار اللضية ولا راشد محزمك طول الزمان دام انا حيين والله ما تعاني قول يا وجه الساد راح ثابت واستعد ضابطي يا مر على صف السرية ضابطي يا مر على صف السرية